ما هو الإيمان؟ إيمان شو شمنا؟ الإيمان هو قول باللسان. تقول مثلا لا إله إلا الله. إيمان 归信就是口舌招认，没有应受崇拜者，这说啥呢？ واعتقاد بالقلب، يعني هذا الذي تقول بلسانك لابد أن الباطن يوافق الظاهر. 内心归信. نعم. وعمل القلب وعمل الجوارح لابد أن نعمل بهذا، تعمل بهذا بقلبك بأن لا تخاف إلا من الله، وتعمل بهذا بالجوارح لا تصلي إلا لله مثلا. 还有身心力行，包括你身体肢体的力行，以及你内心的力行。 الإيمان يزيد، 信仰信德可以增加，也可以 وينقص، 也可以减少. إذن هذا هو الإيمان، 这就是信德. قول باللسان، 口舌招认. اعتقاد بالقلب، 内心诚信. عمل القلب وعمل الجوارح، 身心力行. يزيد، إيمان可以增加. وينقص، 也可以减少. أركان الإيمان ستة. 信德伊曼的要素有六条. الأول أن تؤمن بالله. 第一是归信安拉. الثاني الإيمان بالملائكة. 第二条归信众天使. الإيمان بالكتب. 归信所有经典. الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 归信所有的先知和使者. الإيمان باليوم الآخر. 归信后世. الإيمان بالقضاء والقدر. 归信前定. والله أعلم. الله أعلم.